بيطلع بسرعه. يجي معاك احلى اصلا. يعني بص حضرتك كده بقى شايف. بص يا دكتور بص حضرتك كده لو انت اديله شهر ونص عند برضه. بص حضرتك كده حط لك كتف الجعون كده وجعون جامد كبير يعني. بص حضرتك كده واحد اثنين ثلاثة أربعة هو طق الخامسة بس يعتبر واحدة لسه مخ... آخر هاي. آخر جزء أربع سنات بس يعني حاجة بسم الله ما شاء الله يعني بس تجارة الجامد بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة والله. وب 300 حلو مفهوم برضه 300 وما فيهوش دين يعني حتى الحتة اللي عليه صغير يعني مش كبيرة السنة صغير يعني مش كبيرة ما شاء الله. الله يبارك لك الله يخليك يا معلم. طب بالنسبة للعجول دول لسه طبعا ما دخلتش طبعا لسه لسه بجمع البهايم. انا كان عندي دوره كبيره قبل ده وطلعت شغال بالفيديمكس برضه بالفيديمكس صورنا وجود العجول دول دي بهايم لسه داخله دي لها 3 ايام بس او 4 ايام بس دي دوره جديده ان شاء الله تقعد على رمضان باذن الله. ماشي دول هيطلعوا على رمضان باذن الله. ده لسه انا بكمل دوره وكل دوره 30 عجل ان شاء الله. دول لسه انا بنجمع ان شاء الله باقي البهايم تيجي ان شاء الله بكره السبت بنزل اجيب باقي البهايم ان شاء الله. بالنسبه للفيديمكس ده بيجيب انت معاك تحويل كويس. الفيديمكس ممتاز بصراحه والله والله ممتاز. واحد انت مع الرد بتحطه مع رد عادل ومعاه رد يعني لما يكون بهايم جديده لسه ما تعودتش عليه بحطه مع رد بحس ان البهايم يتعود عليه بس. لكن عمرك ما دربت انت خلط عليه؟ لا بدرب عليه برضه مرات بدرب عليه بس لما تكون بهايم جديده زي دياتي وعايز انجسها شويه يعني لان الضحيه عدل 14 وعايز انجسها شويه بوكر فيديمكس بيمشي معاك كويس ويدي معدل تحويل ويدي معدل تحويل وهو خلي بالك ما بيرميش دهن يعني العيش اللي بتلاقيه كله كيلو وتكد كده جوه ما شاء الله ما بيرميش دهن بصراحه. طب لو حبيت تعمل خلطه تعملها ازاي؟ بعمل خلطه بس انا بجيب شام اصفر تمام ورد خشنه وذره ومثلا كسر فوت ذره اللي هي الهويجه الهويجه اللي هي رفيع بطحنه تمام زي عبد اللي كان معانا دايما ايوه والعيش اللي دوت برضه يعني اسبوعين كده بس اللي انا متعود على الفيديمكس لازم بدي مع الفيديمكس ذره. هو الفيديمكس حلو بس بيزوج البهيم وميزانه مش ميبل مخك يعني فاللي بيدي بيدي حته لحمه حلوه هو بيرسم البهيم قدامك خليه الصوره في ورقه والدوره بس الدوره بتدي عشان الميزان يعني لازم بدي دوره معايا عشان الميزان. ياخد كم كيلو دوره لو هتحط يعني مثلا العجل مثلا باجي في الليل زي كده او في الصبح بدي له مثلا مقدار كيلو كيلو ونص مع العدس مره واحده في اليوم مره واحده بس تمام وبدل ما كله فيديمكس وممكن في الدوره هي كده بدي رد خشنه. ما عندكش دريس بسيم ناشف؟ لا ما عنديش. يبقى هو علفتين في اليوم علفتين بس بالنسبه لده بياكل بس برسيم عادي. لكن انا عاد لما اكون باين تجيله زي كده ما باكلش خضار نهائي. طب كان في مره فيديو عرضنا ان بعض الناس طلعت العجل في 9 شهور 500 كيلو. في ناس في القناه صدقت يمكن انت شفت التعليقات شفت وفي ناس زعلت من الكلام ده يعني في ناس قالت لا الكلام ده مش صح ازاي يطلع عجل 500 كيلو في 8 شهور او 9 شهور بعد الفطار بعد الفطار يعني يعتبر هيبقى عمره سنه لا يطلع عادي ممكن يوصل عندك ممكن 600 كيلو في 9 شهور لا 600 لا ممكن 500 470 480 في التسع هو حسب شهور. هو كل ده حسب السلاله بتاع العجل نفسه الله ينور عليك حسب نوع العجل حسب نوع العجل يعني انت ما تجيبليش عجل مثلا بلدي او عجل مثلا دور وتقول مثلا كانوا مال العجل ممكن يرمي معاك مثلا عجل زي الاسبان اللي جوه ده كده براون ده البراون ماشي العجل لما يكون شبعان لبن ومتاسس وشبعان لبن صح بيطلع معاك على طول عشان كده هو الراجل ده كان بيجيب البطش شفت انا شفت الفيديو هو هيوصل لا لا هو الراجل ده ما عندوش كده والله انا شفت البيان بسم الله ما شاء الله احنا بننصفه برضه النهارده كده ان هو انا قاعد على ايده بيرضع بليك بيجيب الرضيع من لا انت بصراحه رب الناس اللي انت شفت انا معاك كل على الفيديوهات والله بتتكلم بصراحه في ناس ما في ناس ما يعني متحفظه ايوه مش هصدق الكلام يعني انا كان عندي عجلين جبتهم كانوا شنطين والله والله تاني اقسم بالله ده قعدوا سنه في بهايم جت فيهم 700 بس كنت جايبهم كده يعني ايه عمر 6 اشهر ربيتهم على ايه؟ ربيتهم على ايدي خلال سنه بالظبط كانوا عدوا ال 700 يعني ما شاء الله فطبعا هي بيرجع على حسب التحويل بتاع البهيم وايدك في ايدك أيوة. تدريش في العلف أيوة. يعني برضه عايز حكمه يعني انا حضرتك مش لازم كل ما يفتح في الاكل تديله لا انا حضرتك انا مثلا يعني انا لما شفت حضرتك وشفت الفيديوهات بتاعتك والنصائح اللي بتنصح الناس انا عارف كل العيش اللي بياخده يعني انا اقدر ابص العيش اعرفه كان سخن كان تعبان اعرفه جعان اعرفه سخن هعرفه من غير ما زال بحط ايدي تحت دي العيش اللي بعرفه كان سخن ولا بارد الله ينور عليك بس يعني لقيت كلامك انت بصراحه ربنا يعني بتنصح الناس بمرضي الله الحمد لله والله والله تاني انا لا شفتك قبل كده ولا عرفتك انا اول مره اشوفك بس والله والله تاني
لو المكان عندي قريب انا لو كل لو جبت جدي هقول لك تعالى شوف انت. حبيبي ده شرف ليا والله. انت صراحه ربنا يعني شخصيه ربنا يرزقني بالناس الكويسه يا دكتور. انت شخصيه محترم مش كلام والله. اللي يزعل من كلام يزعل. الراجل ده والله من اكفأ الدكاتره اللي انا شفتها. الحمد لله رب العالمين والله والله. هو انا حظي مع ربيع برضه يا دكتور. ربيع ده ماسك المزرعه ما شاء الله برضه قد اسمه ربيع عندنا في صوالوط. ايوه ماسك مزرعه التسمين اللي عملت معاه فيديوهين برضه. ايوه لا هو شخصيه محترمه والله العظيم. انا ربنا رزقني برضه والله ربيع تاني اهو ما شاء الله عليه. لا والله شخصيه فوق الاحترام. الحمد لله. والراجل برضو اللي انت كنت جايبه اللي لا واحد تاني كده عنده زريبه يعني في حرف الراء كده سنه تاني راجل كبير كده اللي كان لك موقف في دمكس. ايوه هو عبد. عبد ايوه الشخصيه هو عبد الجزار وصنايعي. جزار هو صنايعي والله. ايوه والله ما هو ده اللي بيحط دوره برضه. بيحط دوره برضه هو ده اللي قال انا على 9 شهور بطلع 500 ما اقدرش لو خد مني 12 شهر اخسر. هو حتى صنايعي في وقفه البيان اللي نجيها انا شفت الفيديو بتاعه وشفت الباب من النجيه رجل عالم. لا هو صنايعي انا والله لا اعرف ولا اعرف اسمه ايه ولا معايا رقمه ولا هيجمله والله بصراحه ربنا راجل صنايعي. لا هو ما شاء الله عنده محل جزاره برضه انا عارف وبرضه في برضه حضرتك برضه كنت نشر برضه العم راجل كبير كده عامل امين برضه راجل صنايعي وراجل ادرج خبره لا يا معلم خبره سنين. لا هو بص احنا بننجي الناس. لا هو ربنا بيرزقنا اساسا كويس. اقول لك حاجه صل على النبي. قال له اسمك ايه؟ قال له اسمه محمد. قال له مسيحي ولا مسلم؟ قال له صاحب العدل يميز. صح ولا غلط؟ الراجل الصنايعي حتى بص لو جبت خلحت قالب كده من حته هيقول لك صنايعي. الحلو مش النضار. كل واحد شاطر في مهنته وكل واحد طبعا زي ما قلنا ده اكل عيش ودي فلوس بتترمى فلازم الواحد يبقى عينه في وسط راسه. ما حدش يخاف على مالك جدك. وزي ما قلنا احنا طبعا هدفنا كله في القناه والله ان احنا نفيد الناس بس ما لناش اي غرض تاني خالص. ولو في اي حد ان شاء الله هحطه في رقم الاستاذ ربيع في الفيديو. اي حد محتاج اي استشاره منه من ناحيه التسمين ازاي بيربي اي حد عايز منه حتى جزاره عايز يتبع يتواصل معاه وهو ان شاء الله مش هيتاخر. هو مع عربيته بيسافر مصر كلها. متشكرين صدقني ان شاء الله شرف لنا احنا والله يا دكتور. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك يا دكتور. وانت اخويا الكبير حبيب. والله العظيم والله تاني المصداقيه والامانه عند الدكتور ماجدي حبيبي الله يخليك. الامانه وشهاده بيني وبين ربنا والله وانت البلد كلها شرفت بمعرفتك يا دكتور. الله يخليك. الله ربنا يخليك ليا يا دكتور. مع الف سلامه يا دكتور. مع الف سلامه.